للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي. مساء الخير معالي الشيخ، ما هي أبرز مضامين ندوة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة والتاريخ؟ في الواقع قبل ذلك يعني لابد وأن نذكر بأن سمو الشيخ عبد الله بن خالد الله يرحمه هو من أسس هذه أو هذا التجمع، أي هو من أسس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، طبعا مراكز التاريخ والوثائق التاريخية. فلذلك طبعا ليس غريبا من الأمانة العامة أن تقترح بأن تقيم هذه الندوة، وأن يكون مركز عيسى الثقافي ومركز الوثائق التاريخية يكونوا الحاضنين لهذه الندوة في البحرين، فهذا في الحق حق لنا يعني. والشيخ عبد الله بن خالد الله يرحمه كان في الواقع له يعني إنجازات على المستوى التاريخي والثقافي بشكل عام، سواء في البحرين أو خارج البحرين. مثل ما ذكرت الآن في الرياض هو الذي أنشأ طبعا الأمانة العامة. في البحرين بتوجيه من سيد جلالة الملك عندما كان وليا العهد أنشأ عبد الله بن خالد وتابع طبعا على مدى سنوات طويلة مركز الوثائق التاريخية، وطوره إلى أن وصل ما هو عليه الآن. يعني الآن نحن طبعا نحتفل بأربعين سنة على إنشاء مركز الوثائق التاريخية. ولذلك أعتقد أن هذه الندوة في الحقيقة مهما فعلنا، ولو أن المضامين كما ذكرتم في الحقيقة هامة جدا، لأنها توضح الجانب العلمي وفقط التاريخي في شخصية وإنجازات سمو الشيخ يعني. ولذلك أعتقد بأن مهما فعلنا يعني ومهما نظمنا من حلقات ونقاشات وغير ذلك من مؤتمرات وندوات، لن نفي بحق سمو الشيخ عبد الله، وخاصة عندما نتحدث عن التاريخ بشكل خاص. ولهذا هناك في الحقيقة مشاركين، وهؤلاء المشاركين من البحرين ومن دول مجلس التعاون، ولن تصدقوا بأن هناك في الحقيقة من يعني بسبب طبعا الكورونا وغير ذلك تقدموا في الحقيقة بطلبات للمشاركة، ولكن طبعا احنا حددنا الأعداد لأن حسب الأنظمة القانونية للوضع الصحي في البحرين حاليا. ولهذا أعتقد بأن هناك مجال آخر للتوسع في هذا المجال، وسوف تقوم طبعا أو يقوم مركز الوثائق التاريخية بطباعة هذه الطروحات التي والأوراق العلمية التي طرحت خلال اليوم، ونأمل أن طبعا يشاهدها الكثير من المحبي التاريخ. معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.